السعودي السابق يعني جاب فيهم جون حلو جدا. قبل بس ما نروح للارقام خلينا نطلع نشوف بما اننا بنتكلم عن الارقام يعني انفو. طيب جبتوا الارقام ماشي خلاص اوكي. طيب هو طبعا لعبوا 16 مباراه لحد دلوقتي سجلوا 31 هدف بمعدل اقل من هدفين في المباراه مع الاسماء الكبيره الموجوده في اتحاد جده سواء في صناعه اللعب او في التهديف. الرقم ده رقم بتعتبره رقم قليل يعني. صحيح. التمريرات الحاسمه 23 تمريره، هم سجلوا 5 ركلات جزاء من 5 اتحسبوا لهم السنه دي، ما بيعتمدوش خالص على الكرات الثابته ولا هدف سجلوه رغم حصولهم على 10 ركلات ثابته من بالرغم عندهم عناصر طويله عندهم وعندهم ناس بتلعب بدماغ كويس قوي لكن في متغير عوده احمد حجازي. اوكي يعني خلينا نتكلم بقى ايه في الحاجات اللي هي ايجابيه ام سلبيه شايفها ايه؟ طبعا بالنسبه لاتحاد جده ايجابيه جدا لانه هيضيف كتير، هنتكلم في اكتر من نقطه واحنا بنتكلم احمد حجازي ممكن يضيف ايه لاتحاد جده عودته دي. مبدئيا الاعتماد في الكرات الثابته دي حاجه مهمه جدا، حجازي بيلعب بدماغه كويس جدا فممكن يوفر لهم حل ما كانش متاح مظبوط قبل كده. معدل الكرات الطويله ده اللي هم 15 تمريره تقريبا او ونص في كل مباراه، العدد ده برده هيزيد مع وجود احمد حجازي هيوفر لهم فكره البيلد اب، مش هيحتاجوا يشتتوا كتير لان هم احنا هنشوف معدل التشتيت عندهم بعد كده شويه 13 14 كوره تقريبا على ما اتذكر. يعني هي فرقه بتطلع بالكوره ولا يعني بيطلعوا بالكوره لكن ولا بيعتمدوا في الدوري في معدل تشتيت كتير. يعني بنتكلم في 13 واحده كل ماتش كتير. انما مع وجود احمد حجازي الرقم ده هيقل جدا. تمام. وعدد التمريرات الطويله منه اللي بتطلع منه اللي دايما هو مميز فيها هتطلع كويس هتكتر، فاحنا بنتكلم عن عدد التمريرات الطويله كمان فدي قيمه هو كمان هيضيفها لدفاع اتحاد جده. صحيح. معدل الكرات العرضيه ما بيعتمدوش كتير على الكرات العرضيه، لعبهم اغلبه في الدوري. احنا شفنا ماتش اوكلاند ماتش خادع جدا، كان في عدد كرات عرضيه كتير وكان في تسديد كتير من بره ال 18، وهنتفاجئ دلوقتي مع الارقام ان الكلام ده مش حقيقي او مش اللي بيحصل دايما مع اتحاد جده. 16 مباراه في الدوري معدل العرضيات بتوعهم في المباراه 3 عرضيات بس، الفعاليه بتاعتهم فيها 17% او النسبه الصحيحه منهم عدد رقم ضعيف جدا. حافظوا على نظافه شباكهم 6 من 16 مباراه، استقبلوا اكتر من هدف في كل مباراه 16 هدف او 18 هدف في 16 مباراه رقم كبير جدا. اتحسب عليهم 3 ركلات جزاء ضاعت واحده وتسجل فيهم 2. تشتيت الكوره زي ما قلت لحضرتك 14 تشتيته في كل مباراه رقم ضخم الحقيقه. الكره الثانيه هم كويسين فيها 58 واحده بيقدروا او 58 كره ثانيه بيقدروا ياخدوها. كانتي طبعا متفوق جدا في الحته دي وفابينيو ف 58 مره، دي حاجه من الحاجات اللي احنا لازم نبقى مركزين عليها ان احنا في الانقضاض نكون كويسين وفي الكره الثانيه نقدر نستحوذ عليها بسرعه لان دي هي معركتهم الكسبانه دايما في ارض الملعب. دي ابرز الارقام اللي احنا بنتكلم عليها في التشتيت او في الحاله الدفاعيه وفي مساله الاستحواذ كمان. هم من اكتر الفرق، هم تالت اكتر فريق بيستحوذ على الكوره في الدوري ومن او تالت اكتر فريق بيصنع فرص في الدوري، بيصنعوا فرص معدل كبير جدا. انا قلت في الاول ان هم شبه الاهلي جدا في الحته دي، خلق الفرص سهل جدا عندهم، فرقه بتوصل كتير جدا وعدد المحاولات بيبقى كبير لكن الفاعليه بتاعته لو نستعرض الارقام الهجوميه هنلاقي ان الفاعليه اقل من 40% او اقل ممكن توصل 30% من الكرات اللي بيصنعوها على الجول او المحاولات هي اللي بتكون صحيحه، وبالتالي نسبه التهديف كمان بتكون اقل. اهدافهم من خارج ال 18 شاطوا 63 كوره سجلوا هدفين بس. احنا شفنا ماتش اوكلاند 63 هم 63 ال 63 دول كانوا في ماتش اوكلاند شاطوا كتير جدا في ماتش اوكلاند. طبعا هنا بنتكلم على كانت تسديدات كتيره وكان فيها تسديدات كويسه، حارس المرمى بتاع اوكلاند شال اكتر من واحده. أوكي. انما في الدوري ده ما بيحصلش يعني 63 واحده 2 بس اللي كانوا اون تارجت ما سجلوش منها او سجلوا منها هدفين. معدل صناعه الفرص الخطيره او البيج تشانس زي ما بنقول 13 فرصه حقيقيه، ده المعدل بتاعهم اللي بيوصلوا بيفت يعني في 13 هجمه حقيقيه ممكن تنتهي باهداف بيصنعوها في كل مباراه، معدل كبير الحقيقه مش قليل. لكن نيجي بقى نبص على المحاولات الصحيحه اللي هي منهم كام واحده بتوصل بين القائمين والعارضه، فالرقم ده بيقل لاقل من النص. صحيح. ثم معدل الاستحواذ عندهم كبير طبعا لانهم فرقه كبيره بتعتمد على الاستحواذ 57%، ومعدل تمريراتهم الصحيحه مع فرقه زي دي المفروض يكون اعلى من كده 87.7 في فرق بالمستوى ده من اللعيبه بالقيمه دي طبيعي ان هي النسبه تكون اعلى من كده شويه. معدل الكرات الطويله بيلجاوا للكور الطويله 15 كوره في كل مباراه او 16 كوره، قلنا ان الرقم ده هيزيد بعد كده بوجود احمد حجازي على حساب
فكره التشتيت. صحيح. مش هيشتتوا اقل وهيلعبوا كرات طويله. طبعا انا عايز اخد من كلامك واروح لاحمد، انت قلت نقطه مهمه جدا ان النادي الاهلي هو اللي هيدي شكل للمباراه ازاي نادي الاتحاد يلعب. طيب انت من رايك هل يعني السؤال اعتقد اسلام ساله بناكد عليه، النادي الاهلي بدايات المباراه اللي هتبقى 15 دقيقه اللي انت بتتكلم عليها، النادي الاهلي يبداها ازاي وجهه نظرك خلال الارقام؟ واضح جدا هي مدارس صحيح. يعني واضح جدا من خلال الارقام ان هم البيلد اب مش احسن حاجه، ممكن جدا يلعبوا كور طويله، حجازي ممكن يزود الحته دي عندهم شويه. الشكل بتاعنا ضغط عالي، تلتين ملعب، لا نرجع نستنى الكره الثانيه. انت شايف اول ربع ساعه الامثل للنادي الاهلي يكون ازاي؟ شايف ان احنا نمتص الضغط بشكل كامل، ولو في يعني لو في مغامره هجوميه تكون من الظاهرين، لان دي اماكن ممكن انت فعلا تكون من البدايه متفوق عليه فيها. لو متفوق عليه فيها فنيا، لانه حته علي معلول واللي هيبقى معاه ايا كان، اذا كان حسين او طاهر او اي عنصر قدام مهند الشنقيطي وفي نص ملعب. مهند بيدافع كويس جدا، وهنا بيدافع كويس بس عنده نسبه اخطاء مش قليله. ولو طار هو يعني بالذات ماتش ده، انا بتكلم هم في عمليه البيلد اب، هل بنضغط ضغط عالي من فوق؟ يعني يبقى الشحات ضاغط على الباك اليمين وراه بيشتغل معلول نص الملعب، يعني نضغط باربعه خمس لعيبه ولا تلتين ملعب ونستنى الكوره في نص الملعب ويبقى الكوره الثانيه بتاعتنا ونبدا نستحوذ عليها يعني؟ لا انا شايف ايوه هي الفكره الثانيه، ان فعلا نبقى يعني الكوره كل ما كانت في ملعبي في البداية أكتر، ويكون شكل التطوير الهجومي فعلا من زي ما بقول لحضرتك من انطلاقات الأظهرة. أوكي. ولكن أنا مهتم جدا أنه الكرة تفضل في رجلي أنا في البداية، لأن هو معظم خطورته فعلا زي ما كان صبري بيقول في الأوقات الأولى من الماتش اللي ممكن يتفوق عليك بدنيا فيها بفعل الخبرات وبفعل المستوى. صحيح. يعني بتكلم فردي يعني، وان أيوة وان لكل واحد. طبعا. مش مشكلة ان احنا نقول ان كانتي ممكن في عز جاهزيته البدنية، لا يعني كانتي واحد من اجهز اللعيبة في العالم في العالم في التاريخ، من اهم الرئات يعني ذوي الرئات الثلاثة زي ما بيتقال. ولكن انت كل ما كانت الكرة في رجلك وكل ما كنت بتعتمد فعلا ان انت ما تدخلش في ريسك كبير في كل تدخل، وكل ما كانت المعركة البدنية أنت اللي مسيرها من الآخر، كل ما كان دي نقطة يعني تفوق كبيرة بالنسبة لك. ولكن أنا بقول أنه ما يبقاش فكرة أنه يعني ما روحش بكل عناصري في ضغط عالي في يعني البداية، يعني ما فيش اندفاع قوي من البداية علشان ما يبقاش في مساحات. لأنه لو فضت المساحة اللي ضغط عالي في وجود وهم يلعبوا على التحولات في وجود لعيب زي كريم بنزيما، عندهم قدرة مشكلة كبيرة. يعني مشكلة كريم بنزيما مش بس محرك، يقدر ياخد الكرة ويتحرك بيها بشكل كبير، لو اديت له مساحة هيبقى خطير جدا. صحيح. طيب هنكمل كلامنا، ولكن خلينا نشوف انفوجراف عن خمس مدربين قادوا المارد الأحمر في ثمان نسخ من كأس العالم للأندية.